أضرب عنقك كمن سبقك وقد شققت عصا الطاعة وخرجت علينا. يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو، أنت الحاكم وأنا المحكوم، وأعرف أنك لا تقتل قومك ولن تؤذي من لم يرتكب ذنبا. ومن قومي؟ أنت مولانا أمير المؤمنين هارون بن محمد ابن المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وأين أنت من قومي؟ أنا محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. أحسنت في تفصيلك. وعن جدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاشم والمطلب كهاتين، هم منا ونحن منهم، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. صدقت، ولكم آل المطلب من سهم ذي القربة، ولكن كيف لم ترتكب ذنبا وقد بلغنا أن ابن عمنا لما بغى علينا وتبعه الأرذلون كنت رئيسا عليهم؟ ما الذي حشرك مع هؤلاء؟ يا أمير المؤمنين، إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. القصة يا مولاي إن ثقيفا وبني الحارث احتكموا إلي في ملكية بعض الأراضي، ساوموا وحاول كل منهم أن يستميل لناحيته، رفضت، فشنعوا بي في مكة وعند الوالي، فحملني الوالي مع من حمل، وأشهد الله أنه اتهمني ظلما. والله يا مولاي إن سيرة هذا الرجل وسمعته ذكيتان وطيبتان، وما كان لأحد مثله أن يبيع دينه ويشتري الدنيا. وإني يا مولاي لي حرمة الإسلام وذمة النسب وقبلهما وعد الرحمة الذي أرسله الله لي على يديك. لقد ذكرت قرابة سنحفظها لك، وذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليها، وشهد لك من نثق بشهادته. أكثر الله في أهل مثلك أيها الفقيه، فبما تعظ أمير المؤمنين يا شافعي؟ وبإيجاز. ما دمت قد طلبت الوصية إذن فاخلع رداء الكبر عن عاتقك، وضع تاج الهيبة عن رأسك، وانزع قميص التجبر عن جسدك، وانشر سرك، وألق جلباب الرياء عن وجهك مستكينا بين يدي ربك، حتى أكون لك واعظا عن الحق وتكون مستمعا بحسن القبول. فينفعني الله بما أقول وينفعك بما تسمع. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.